السلام عليكم. اليوم نروح الولاية تاع تيارت اللي نقف على الأشغال تاع المستشفى تاع محاربة السرطان بمدينة تيارت، واللي على حسب الصور اللي عندنا الأشغال انتهت تقريبا، بقات غير بعض الرتوشات الأخيرة وبعض من التهيئة الخارجية، وكذا سوف ندخل في المرحلة تاع التجهيز تاع المستشفى هذا اللي إن شاء الله سوف يعزز منظومة صحية في الوطن. نترككم تتابعون هذا الفيديو الرائع الذي تم إنجازه من طرف ولاية تيارت، وإلى موعد آخر، والسلام عليكم.